المدينة المقدسة تواصل صلاتها من أجل سوريا وشعبها. نداء من القدس يوجهه حارس الأراضي المقدسة طلبا للمساعدة العملية من الذين يدعمون الشعب السوري ومن كافة المسيحيين لكي يطلبوا لهم هبة السلام. هذا صدى لكلمات الصلاة التي رفعها قبل أيام قليلة البابا بنديكتوس السادس عشر، والتي بادرت إليها جماعة مسيحية من السبيل الفلسطيني، وهي صلاة مسكونية بمشاركة ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية في القدس، وأقيمت في كنيسة الدومينيكان للقديس ستيفان. سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تكن قلوبكم مضطربة. هذه كلمات إنجيل يوحنا، وهي لب هذه الصلاة التي ترتفع من الأراضي المقدسة والتي لا تبعد سوى بضعة أميال عن سوريا. الشرق الأوسط بأجمعه يطلب من العالم المساعدة العملية والصلاة. نتمنى كلنا السلام في الشرق الأوسط والعالم. نصلي من أجل السلام الحقيقي لكي يعيش كل إنسان بأمان واستقرار في وطنه. القدس هي قلب العالم، وهنا في هذه المدينة المقدسة نشأت المسيحية وانطلقت إلى العالم بأجمعه، ونشأ السلام الحقيقي الذي هو السيد المسيح. ونرفع صلاتنا إلى الخالق ونتوسل لكي يستجيب الرب لصلاتنا هذه ودعائنا الصادر من القلب.